نعم، فيما يتعلق بآخر التطورات الميدانية، لازال القصف الإسرائيلي مستمر، ولكن بعودة الضغط العنيف على الاتجاهات الشرقية، تحديدا مخيم البريج، المغازي والنصيرات. منذ صباح هذا اليوم وصل عدد من الشهداء وعدد كبير أيضا من الإصابات. بعض الإصابات داخل غرفة الطوارئ أكدوا لنا بأن الاستهداف كان للمواطنين من خلال طائرات الكواد كابتر، حيث أغارت هذه الطائرات على عدد من المواطنين كانوا يتوجهون لتفقد منازلهم بعد عملية الإخلاء، أو ما خيل لهم بأنه إخلاء لمنطقة البريج. صادف أن حلقت طائرات الكواد كابتر على مستويات منخفضة، وأدى إلى طبعا هذا الحادث الذي وصل كما ذكرت أكثر من 15 إصابة، جميعهم أي معظمهم أيضا من البكر في الأطراف جراء الاستهداف من طائرات الكواد كابتر. الاستهداف الأعنف كان أيضا لمنزل عائلة الطويل في مخيم النصيرات، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 14 من سكان البيت، 4 منهم تم انتشالهم ولازال عدد كبير منهم تحت الأنقاض. تحلق طائرات الكواد كابتر والاستطلاع وأيضا الطائرات الحربية بشكل مستمر وعلى مستويات منخفضة جدا، لكن يعني اليوم شهدنا عودة الاتصالات وعودة شبكات الإنترنت، ولكن تكون الشبكات في هذا الوقت ضعيفة نسبيا مقارنة بأكثر من 15 يوم والإنترنت مقطوع عن المحافظات الجنوبية. عاد الاتصال بشكل تدريجي، ومن ثم عاد الإنترنت ولكن بشكل تدريجي. وهذه العودة أحدثت حالة من الحركة الكبيرة سواء في الأسواق خاصة، وأن الكثير من الحوالات المالية تعتمد فقط على آلية التحويل من خلال البنوك، وأيضا من خلال سواء أيضا التحويلات من الويسترن يونيون، كل التحويلات النقدية والعمولات تصل فقط بشرط أن يكون هناك خدمة إنترنت. أيضا تسجيل بيانات سواء الشهداء الإصابات وتسجيل بيانات النازحين جميعها بحاجة إلى إنترنت. بدأنا نشهد ونلمس حركة من الجهات المختصة في هذا الصدد. اليوم المستشفى تحديدا داخل أروقة مستشفى شهداء الأقصى وصل منذ 3 أيام عدد من الطواقم الطبية الدولية إلى المستشفى، وأيضا كان هناك وفود طبية أخرى وصلت إلى المكان. أما فيما يتعلق بمحافظة خان يونس، محافظة خان يونس وتحديدا مبنى الأونروا أو صناعة الأونروا، أكد شهود عيان أن هناك ما لا يقل عن 20 مواطنا من النازحين واللاجئين إلى تلك المنطقة قد استشهد جراء الاستهداف من طائرات الكواد كابتر للاجئين، أيضا على غرار ما حدث من استهداف خيم النازحين في تلك المنطقة في منطقة المواصي شرق محافظة خان يونس. الأوضاع لا تزال على ما هي عليه في ظل الحديث عن وسطاء أو أوراق مصرية أو أوراق قطرية أو كل ما يتجه نحو وقف إطلاق نار، لكن كل هذه الأمور كغيرنا نحن نتساءل متى وكيف، ولكن حتى تتضح الصورة أكثر فيما يتعلق بالورقة الجديدة وورقة الاتفاق الجديدة، لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار، ولن يكون هناك أيضا توقف لآليات الاحتلال عن التوغل أو القصف أو الاستهداف.